كنت اعتبر احسن لاعب تونسي تو. طوف احسن لاعب تونسي. اي والله الحقيقة ما عاد شنو اقول لي، تحكي في البطولة بتاعنا ولا الكل ولا تونسي عنده جنسية تونسية. بالنسبة لي يعني تو احسن واحد تو يمر حتى فترة باي وكل شيء علي معلول الحقيقة. شكون احسن لاعب في تاريخ تونس اللي خلطت عليهم انت؟ اللي خلطت عليهم كان يعجبني خالد بدرة برشا، وحاتم طلبة كان يعجبني. باهي، شكون تعتبر هو احسن مدافع ايمن في العالم؟ في العالم كنت نحب برشا مايكون والفيز، وطبعا نحب ارنولد وكارفاخال. ارنولد حاجه اخرى اخويا. ارنولد ديما اوفونسيف، ديما تشوف القدام هذاك اخويا، اي غم مشيو اسيست. عنده الحريه اخويا، هو لا يرقوش مخه كيف. شكون احسن لاعب في العالم تو؟ ميسي، ما نحب البرسا يعني، ما غير ما نناقشوا فيها. باهي معلم صح. اللي قلقك تقرا له حساب. اللي نقول لك كان نقول لك شكون اكثر اللي قلقني في تونس، ممكن تو فماك معاش وتو مازال يلعب، فانا معايا يلعب. اني اصعب ماتش تعدالي في تونس كونتر حسين حرباب. حسين الحبيبي ياخذ من عروس حسين حرباب اخوي، حسين حرباب تروح وقتها خسرنا فيه 1-0 مركب فيه غايله بريمير ميتون اخوي، تبارك الله عليه اخوي، قلقني على الاخر على الاخر. شكون احسن مدرب تونسي؟ احسن مدرب تونسي ترنيت عنده ولا احسن مدرب تونسي بالنسبه لي؟ احسن مدرب تونسي تو نجيك ترنيت عنده. احسن مدرب تونسي في الوقت الحالي تو معناتها هاي يعجبني بتاع ستاد تونيزيان جاي القادم. القادم. واحد المدرب دربت عنده احسن مدرب ترنت عنده فوزي بنزرتي الحقيقه، مدرب عنده فضل عليك. مدرب عنده فضل عليه. زوز انا طلعني سيمون در الكبير وفوزي بنزرتي اللي خلاني معناتها نعمل في اول مسيرتي. شكون احسن مدرب في العالم؟ احسن مدرب في العالم آه. وارد جول. اقرب لاعب ليك محمد امين بن عمر. احسن هدف سجلته كونتر السي ابي اول بونت وسط المركز بونتو. تمنيت لو كان انت سجلت بونتو، تمنيت لو كان كنت انت سجلت تمنيت لو كان اني سجلت. لا اله محمد رسول الله. الكاف ماتش الكاف اللي في سوس وقت ربحنا زينا اوردان دو بيرس عمار. اوكي عمار.